لكن تعالوا دلوقتي نشوف أهم ترندات حلقة النهاردة، وعندنا ثلاث ترندات بثلاثة عناوين. في ترند الأهلي، سلبية مسحة كهربا وموسيماني يعود لقيادة التدريبات. وفي الترند المحلي، استمرار الفار في الدوري. وفي الترند العالمي، عرض تركي لتريزيجيه. اهلا بحضراتكم من جديد، واستعراض لعدد من جدول مباريات اليوم. طبعا في مباريات محليه ومباريات في الدوريات الاوروبيه. نبدا مع بعض بمباريات الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراه الجونه ومصر المقصه اللي اقيمت على ملعب خالد بشاره في الجونه بفوز ابن النادي الاهلي الكابتن رضا شحاته. عمل انتصار جيد جدا فريق الجونه على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء. كابتن رضا شحاته عمل نتائج متميزه مع الجونه بصراحه في الجدول وفي الاسابيع الخمس الاولى من الدوري العام. طبعا رضا شحاته احد ابناء النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق يا رب في مشواره الفني كمدير فني لفريق الجونه. في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشره ايضا في مباراه اخرى بتقام في هذه اللحظات بين المقاولون العرب مع البنك الاهلي، وما زالت المباراه نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. الساعة 7:30 في مباراة أخرى بين المصري وغزل المحلة، مباراة شعبية وجماهيرية كبيرة، لكن بالطبع المباريات تقام بدون جماهير. طيب، مباريات الدوري الإنجليزي النهاردة أيضا في مباراتين. الساعة 8 توتنهام هيلعب مع فولهام، والساعة 10 مساء في ختام اليوم نيوكاسل يونايتد هيلعب مع ليفربول. طبعا مباراة بتهمنا نتيجة طبعا وجود النجم المصري محمد صلاح. مباريات الدوري الإسباني في أربع مباريات اليوم. الساعة 6 غرناطة هيلعب مع فالنسيا، الساعة 8:15 في مباراتين في توقيت واحد، أتلتيكو مدريد هيلعب مع ختافي، وسيلتا فيجو هيلعب مع هويسكا، والساعة 10:30 في الختام أليتشي هيلعب مع النادي الملكي نادي ريال مدريد. ريال مدريد طبعا في صدارة الدوري وعمل نتائج طيبة مع أتلتيكو مدريد، لكن البارسا بعيد تماما في النتائج خلال الفترات الأخيرة. طبعا يوم النهاردة مليء بالمباريات القوية والمثيرة، وكلنا بالطبع بننتظر مباراة يوم الجمعة بين الأهلي ووادي دجلة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ ندخل في تفاصيل الحلقة وفقرة وكلام مهم جدا في ترند.